مرحبا بكم جميعا من جديد في فيديو جديد وقصير. في هذه المرة سوف نتكلم عن وسوف أعطيكم فكرة على كيفية الحصول على Descriptive Statistics باستخدام ستاتا. طريقة سهلة بسيطة وسريعة، تعطيكم جدول جميل منقح جاهز للاستخدام في أي دراسة بحثية أو في أي ورقة علمية دون الحاجة إلى تعديل هذا الجدول إن شاء الله. كل ما تحتاجه هو إذا كان لديك برنامج ستاتا هو أن تقوم بتشغيل هذا الأمر اللي هو as doc summarize وتكتب المتغيرات اللي عندك. إذا كان الـ as doc غير موجود في برنامج ستاتا اللي عندك تحتاج إلى تنزيله باستخدام هذا الأمر. على سبيل المثال إذا ضغطت Enter الآن، طبعا شنو قال لي هنا؟ قال إن البرنامج موجود already، فإذا كان غير موجود ستقوم ستاتا بتنزيل هذا البرنامج على طول إن شاء الله. الآن الأمر هو كالتالي: كوبي بيست، أيضا اذهب إلى ستاتا بيست. طبعا المتغيرات هي x1 x2 x3، حناخذها من الداتا اللي عندي مثلا اللي هو as doc sum. بعدين تاخذ أي متغيرات تحتاجها، اللي مثلا هذا debtors PPE sales cash flow. كل ما عليك هو أن تضغط Enter. هتلقى في الأخير فيه ملف اسمه myfile.doc، افتحه يعطيك جدول جميل منقح بالضبط لأي جدول يستخدم في أي دراسة بحثية. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو، وأرجو دعم القناة للحصول على فيديوهات مستقبلية إن شاء الله. لكم جزيل الشكر، محدثكم أبو بكر المحمودي من ليبيا. شكرا لكم.